عاملين ايه يا حبايبي؟ كويسين. النهارده هناخد حرف جديد، هو حرف الباء. حرف الباء، الباء عامل ازاي؟ هو طبق كبير والنقطه بتاعته وقعت تحت. تعالوا مع بعض نكتب حرف الباء. سنه صغيره لحد السطر، وقف وتمشي شرطه نايمه كبيره على السطر والنقطه بتاعته وقعت تحت. باء، سنه صغيره شرطة نايمة كبيرة ورفع الجهة التانية والنقطة بتاعتها وقعت تحت. باء باء. طيب الباء معاها صوتها بيتغير. صوتها بيتغير ازاي؟ لما بتيجي معاها حاجة اسمها الحلقات القصيرة، فاكرينها؟ ايه هي؟ فتحة، كسرة، ضمة، سكون. الفتحة بتخليني افتح بقي، يلا اعمل فتحة. الكسرة بتخليني، الكسرة اللي وقعت تحت الحفرة بتخليني اكسر بقي، تعمل. الضمة بتخليني اضم بقي. السكون اسكت خالص. تعالى بقى دي حركات قصيرة، تقعدي مع حرف صاحبنا النهاردة حرف الباء. الباء عليه فتحة تبقى باء باء باء، فتحة باء باء. باب باء، بغبغاء باء، بقرة باء، بيت باء، بيض باء، بطة باء، بطاطس باء، بصل. طيب حرف الباء، تعالى حرف الباء وأرسم تحتيك الكسرة. باء كسرة بي بي بي، بنت بي، بالطريق بي، بالطيخ بي، بئر. ايه هو البئر؟ البئر اللي بيبقى فيه ميه بننزل منه ناخد منه ميه. طيب تعالى حرف الباء، احط معاك الحركه الضمه. باء ضمه بو بو، صوت البي اتغير. بو بروكلي بناكله، بو برج، بو بن، بن اللي بنعمل منه القهوه، بو بومه، بو برتقال. طيب في كمان حرف الباء عليها سكون. الباء عليها سكون ما بتجيش لوحدها ابدا، بتيجي قبليها يا فتحه يا كسره يا ضمه، ما بترضاش تيجي لوحدها ابدا. هنا جت قبليها ضمه في كلمه خبز، في كلمه خبز خبز. طيب حرف الباء بقى شكله كمان بيتغير. شكله بيتغير ازاي؟ يعني لما بيجي يمسك في صحابه، تعالى كده شوف وريني حرف الباء في اول الكلام عامل ازاي. سنة صغيرة وشرطة نايمة كبيرة، اوعى تنسى النقطة. فتح ايد واحدة بس في وسط الكلام، فاتح ايده الاتنين، شرطة نايمة عند السنة، شرطة نايمة تانية تمسك في ايد صاحبها من هنا ومن هنا. في اخر الكلام فتح ايد واحدة بس ونكتبها زي ما هي. شرطة ايه؟ نكتب الباء زي ما هي. باء في اول الكلام، في وسط الكلام، وفي اخر الكلام. كده يبقى احنا خلصنا حرف الباء. نكتبه ازاي وصوته ازاي مع الحركات القصيرة وشكله كمان ازاي. باي باي مع حرف الديب.